تولدت 5 المؤرخ في 16 فيفري 2016. المنقح لبعض فصول مجلة الجرائد الجزائية هو من القوانين التي كرست حق الاستعانة بمحام منذ الوهلة الأولى، يعني بإمكان المظنون فيه الاستعانة بمحام لدى باحث الابتدائي، وذلك منذ بداية الاحتفال. أصبح من حق كل محتفظ به وأن لا يذهب بأي تصريح وأن لا يعني يقبل أي بحث إلا بحضور محاميه، وهو حق مكتسب أصبح مكرس بهذا القانون. بعد عام اليوم من دخول حيز التنفيذ هناك بعض الإشكاليات المتعلقة بتوحيد الإجراءات. كما تعرفوا أن القانون الإجرائي لا يقبل التأويل، بالتالي لاحظنا من خلال يعني الرصد اللي قمنا به وكذلك من بعض يعني الدراسات التي قامت بها وزارة العدل وزارة الداخلية الهيئة الوطنية للمحامين بأن القانون مش قاعد يطبق معناتها بطريقة موحدة قدام المحاكم محاكم تونس. المحامين لقوا بعض الصعوبات على مستوى الإنابة لدى باحث البداية، صعوبات تتعلق كسوسوا مع الضابطة العدلية كسوسوا مع النيابة العمومية. ساعة فهمتي ولا لا محامي يكون مش يحضر يقولوا له سيتم بحث ولا المواطن هذاك ولا راهو انتهى ولا ما يمكنوش المظنون فيه من انه يعلم عائلته ولا يعلم معناها محامي والمحضر يضمن فيه انه تخلى عن هذا الحق. وقت تتصل بالمظنون فيه يقول لك لا راهو ما طلبونيش في الشيء هذا. وكان هناك منع في علاقة بقضايا الإرهاب، نعرفوا لي المحامي بإمكانه معناتها ما يزورش المحتفظ به مدة 48 ساعة، بالتالي الإجراء ذي أصبح معناتها سيستماتيك. إيش معناتها سيستماتيك؟ معناتها نعرفوا نحنا مثلا المنع هو استثناء، فهمتني، ما ينجمش يكون القاعدة، بالتالي هذاك هو من الأسف ولا معناتها قاعدة في هذا القانون. من حين إلى آخر معناها يتصل بك محامي أو محامي يقول لك راهو تم خرق، فهمتي ولا لا، مسألة وجوبية المحامي أو أنه تم تجاوز والتغاضي على مسألة إجرائية هامة، ولكن مازالت ما عندناش الآليات لتسجيل هذه الخروقات ومتابعتها عن كثب. نحن مذهبين على الأقل كمنظمات ومنظمات حقوق الإنسان، من المهم أول حاجة إنه المواطن التونسي والمواطنة التونسية تكون معناتها على علم بالحقوق متاحة من أجل تفعيلها ومن أجل المطالبة بها، وبالتالي هذايا تكريس كذلك معناتها لمواد من الدستور وكذلك تكريس للإعانة العدلية وتكريس للنفاذ إلى العدالة. في نهاية الأمر الصعوبات هذه الكل ما يلزمش تخلينا نتراجعوا بتوالي نقولوا يا ليت القانون هذا ما جاش.